مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من رحبات انزكان بطبيعة الحال، اللي غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي اساسي اللي هو الصنك. احد الباعنا اللي داير واحد القهوه شعبيه من اجل بيع المواد الغذائيه وايضا اعداد الفطور للكسابه والفلاحه اللي كاينين وسط الرحبه هنا. قلنا بانه ربما الصنك غالي وربما مجموعه من الامور اللي غادي يتحدث عليها هو باللسان ديالو. غادي نعطيه الكلمه باش انه يتحدث ويحكي لنا حول المعاناه ديالو وسط هذا الرحبه ديال الزكان بطبيعه الحال. فغادي نحاولوا اننا نقربوا ليه بطبيعه الحال وبقوا معنا باش تعرفوا المعاناه ديال هذا الشاب. الاسم ديالي اخويا رضوان، مسمى قريبه، كنيتي قريبه معروف الحمد لله. اش قلتي ليا؟ راهو ها هو السيد، ها هو السيد. السلام عليكم. المشكل اللي عندي اخويا هاد الناس هادو ديال صحاب الصنك وركوا علينا هاد العام. ها تايا هو اخويا تايا راسك خواتين عباد الله. 1000 ريال في النار خدمنا هنا سيدي 8 ايام بداو 40 الف فرنك وما مصوريناش هذيك 40 الف فرنك كنقسم لك بالله ما مصوريناها. حنا دابا خدامين والو، قلب لي اليد ديالها حتى شي بيضات كتجبد 10 دريال هنا درهم هنا كيجيوك عليك كيقول لك راه النصر. الصنك حنا كنعرفوه من زمان كنخلصوا 10 دراهم في النار. عندي انا 4 متر كاري كنخلص عليها 1000 ريال. فين غادي انا؟ انا ديك الالف والله ما مصوره وداو هاد الناس هادو ياكلوا فيها العافيه ان شاء الله. الضحيه راه ما معيتش انا هاد العام هذا بهاد الحسابات، ما عيتش ظلمونا هاد الناس. وكاين الثمن في السوق انا غندي مش ب 30000 غادي به، الحولي زايده فيه 20000 40000 والخير موجود. وموركين هاد العروبيه كاملين ما كيحنوش في الدرويش يجيكم من الاخر. كنقسم لكم بالله لكم هاد العروبيه تيمصوا لكم الدم ديالكم. اش عندك؟ ها؟ وين الصو ما كايناش، قلنا لك وين الصو ما كنبيع ما كنشري. خليني نهضر انا قدام ما مساليش روش على هما ما كيعرفوا لك ديالك يقولوا فيه 50000 ما كاين لا روسي لا والو. صحاب السنك ابار كنهضر انا عاوتاني على ناس هما صحاب السنك داو داكشي اللي داو وخلونا. الله الله دابا انا راه ما عندي 4 ريال، انا ما عندي 4 ريال اللي عندي. واش هذه غادي نشري بها انا خروف؟ ها عباد الله ها هي 60 ريال غنشري بها خروف؟ اش عندي انا جوج دريال خدام هنا سيماره ما كنعس لا بالليل لا بنهار. انا وهذا البوفري هذا هو خدام معايا الدريلي اش غنعطيه؟ تكرفست عليه سيماره ما ناعس ما شايفه لا انا لا هو. ها فين كيبات؟ واش شوفوا انتم بعينيكم فين كيبات بنادم هنايا في هذا الليل هذا؟ هنا كيباتوا هنا السريف. ها فين؟ ها شوفوا بعينيكم الحياة ديال ما كي دايره. ها وشادين الليل ومعذبين وكيجوا الدولار ما كيقول لك راه لينا الصنك، راه لينا الصنك ولا غادي نهزوا هاد الشيء نحيدوه لك من هنا. وماشي واحد ماشي جوج، كتهضر مع بابا قافله. ها كاين الكريساج كاين الظلم بمعنى الكلمه. اش عندي انا؟ وقفوا معايا الرجال جابوا لي الظل وجابوا لي عارفيني اش كاين. اقسم لك بالله وتشوفوا شي ظلم كاين في هذا قادير في بلاد كاع ما كاينش حنا ولاد اكادير. وكيجوا العروبيه انا القزاين اللي دايرين راه دايرين قلت لك فوق 400 متر كاري ومبيتين فيها 20 لوطيل 400 نهار 400 ليله باش كيباتوا هذوك. الا خلصوا 4000 جنفوا حنا واش غتخرج في هذا البراد 100 ريال عباد الله. وعندي انا هاد الناس هادو ظلامه كيظلموا عباد الله والدرويش ما عاسينش به. شوفوا السوق كي داير عباد الله، راه المخير ما معيتش هذا العام كنقسم لكم بالله. وكاينين جمعيات كيشدوا فلوس وتيواهنوا عباد الله، راه غنعيطوا لك رانا النمره التليفون وداك الشيء برشاوي. كاينين جمعيات وكاين سيدنا كيساهم مع الدرويش وكيعطي الحول للدرويش. وهاد الاباطي هاد الناس اللي هما لوبيات كيخدموا في هاد الجمعيه راه كيعطوا على العائلات ديالهم والناس اللي في الجبل والناس اللي هما ما خاصهم عندهم الكسيبه وكيعطوهم. انا كنعرف السيد خمسه وداير مع الجمعيه اليوم غتجيب ليه الحولي. كنقول لك كيبيع هنا 10000 درهم قدامي وعطاني التليفون قال لي شارجيه لي راه غتهضر معايا الجمعيه. اجي حمزه اخويا اجي
ها هو السيد يقول لكم واش هذاك السيد ما قال لك غيهضر معنا واحد الجمعيه عمر لينا هذا التليفون راه غيهضر واش ربعه الخرفان كيبيع هنا في النهار ولا ما كيبيعهم ودايره معاه جمعيات عتيه الحولي هو هذا راه بوفري ما نتبعوش حنا ما نحسدوش الله يسهل على الجميع ها هو الدرويش واكل الدقه انا براسي حسيت بهذا الدرويش انا هذا الشيء خاسر فيه دابا 40000 فرنك في سيمانه انا ديك 40000 فرنك ما مصورهاش هنا وليت خدام تحب السرق كنقسم عليكم بالله الى 40000 فرنك طاحل هنا السرق كتجي توقف عليك عصابه كدير لك 48000 ريال في سيمانه ما مصورهاش انا انا بالليل وبالنهار اجي شوف اجي بالليل وبالنهار ما ناعس ما شايفو و 4 ريال ما كاينه في الكيس ها انت تشوفها اش عندي انا هنا في الخرا ديال امو كامل اش عندي فيه جوج كوار ها انت ها والو ما كاينه هذه كاينه السواد ها الشكايه ها اش كنبيع على جوج دريال اللي عندي هي والله قلت لك الى 40000 فرنك داو لي هاد الناس اقسم لك بالله وعندي ثلاثه الوليد مالك ما باعي ما شاري انا كاع ناقص من دين امو هاد البيع والشراء استغفر الله العظيم هاد الناس ظلمونا خدام بها اش غنعدي لهاد البوفري صرار مع مسكين ما كاين عسل بلي الله بنهار تيقابل لي انا وكاينين الشفاره غفلت طارت عيني يمشي لك ديالك هنا بوطه يدو دين امها ما يخلوها وعاسين بالليل وبنهار وحق ربي الا هنا كنفرجوها والزباله والحاله ولا اله الا الله محمد رسول الله وشنو شي حل راه ما كاينش في هذه البلاد راه ما احسن من هذه الحياه نجيكم من الاخر انا والله العظيم الا ما حياه ما بلاد ما والو هذا الظلم دين امه استغفر الله العظيم على هذا الكلام اللي كنقول انا ماشي حلايقي ولا كنهضر كتشوف الظلم واش نتوما عروبيه جايين مرحبا داخلين ولاد معاهم صعبي حنا ولاد بلاد كابرين هنا زايدين هنا فين زايدين حنا راه غرود بن سرقه والجايرين زكانه يتملون وهذا المارشي هذا راه دوزنا فيه الخير واش اش داز هنا في هذه الارض هذه وساو العروبيه ولا تخدم عليهم هما كيدوا لك دير هما اللي من طالع الجوكر بالفعل واحد عنده 60000 فرنك بيع درهم اقسم لك انا خرب 12000 ريال 30000 40000 وشحال طاحل معاه بنادم واكل معاه فوق النص والدرويش مسكين تا يشوف تا كيعيا رسالتي الاخيره هو الدرويش هاد كورونا خرجات على بنادم وبنادم ما بقاش كيحن في خوه بمعنى الكلمه بنادم ما بقاوش كي ما يحنش فيك بنادم انا ذاك النهار هضرت مع السيد قلت له هاد الراي الفريال اللي غنعطي انا بزاف عليا قال لي هز الطفله ديالك وكاين اللي غنجيب انا نحطو هنا وغنشد عنده ديك لال شتا عيد دخلوا الناس بيناتنا قال لك اودي هزي عطيتو 40 درهم قال لك لا 1000 ريال وانا رسالتي انا تحقرت في هاد البلاد الظلم هو هذا قلت لك في هاد البلاد باش تحقرت اخويا خدام هنا سيمانه ما صورت 4 ريال 40000 فرانك اللي صور داو اصحاب الصن ويديروا معنا حل حنا يحسبوا لنا 100 ريال فرانك 400 كاع جنافو اش عندي انا جوج كريسيات شحال دابا غنولي مخلص انا هنا بالمتر المتر راه كاينه بجوج دراهم الليله 24 ساعه 40 ريال متر يجي يعبر معايا شحال عندي انا هنا 40 ريال اللي كاينه في الصن كاع قانونيه انا نديك دابا تشوف شي خزاين نمشي معاك تشوفهم قول باز انا ما بقاش في هذاك الشيء كتشوف هاد الظلم اللي ولا في البلاد ولا الحفره ولا بنادم غشا ولا شاد الحاولي فيه حبوبه قدام وشادو بيديه بحال هكا وكيقول لبنادم راه المليحه راه نبيع عليك وكاينين شي قوال في هاد السوق غنوريك شي قوال في هاد السوق غنوري كتجبد الخروف بحال هكا كتجبد الخروف الخروف هو هذا مري في حبوبه هنا مضروب هاد اللي كيديه كيقول لك راه بيع وشري معاك وتا هز الخروف هز الخروف قلب الخروف وتا هكا ثقيل تا كدير الناس اللي معاك كيهز الخروف مسكين كيشوفو ثقيل هو راه مورك ليه وكاينين شي حويجات هنا ودا خويا كاين الظلم وكاينين الصابه هنا كاين اللي كاين تا الدار وكاع عوره وكاينين بياع وشرايه هنا لابسين الجلال وكيكونوا هما عصابه بحال هكا وواحد كيدخل مع الجماعه ويبيع سل الاخر وواحد يدخل جيبو وتجي انت للسوق تقلب عليه وتلقاني تلبان بحال هكا ويرقرق
يقول لك لا لا خويا ما ديتش عندك، واش غدير انت غتعيط بالعرش ولا غدير لنا واحد شي الله يرحم ليك الوالدين. كاينين الناس تنصبات عليهم هنا، كاين واحد العام جاو فين كاين السرقه بمعنى الكلمه، وهذا راه الظلم هذا راه والله اقسم لك بالله الا كنشوفوا شي حاجه في السوق راه كنعيشوها راه شي حقره وشي ظلم، راه كاينين البلاد كاينين الناس اللي كتخدم. ها هو ابراهيم اجي اخويا ابراهيم راه ما خلا ما دار حتى هو الله يحسن ليه العوان، حتى هو عنده وليدات. هضر اخويا ابراهيم واش اللي كاين هضر هضر اودي ابراهيم وكنقسموا لكم بالله باش تكمل الضحيه باش تكمل الضحيه. وكاينين شي قوال في السوق اللي غنوصل الحكومه ما داروش والو، عاوننا هذا العام وركوا علينا نجيكم من الاخر. انا كاين الناس هنا والله ما معيده بالله معيده بالمرضى ومعيده بشي فهم ديال عشاكم، هذا الشيء هو اللي كاين. الله يرحم ليك الوالدين يوسف حبيبي انا بغا خويا. السلام عليكم، اش نقول لكم في هذه البلاد؟ لا اله الا الله والسلام. باك انت